بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. والحالة اللي تشوفها من عزيز الآن هي حالة تشبه ما قلنا سابق، أن الزراعة حين تدخل عليها ما لم يتم التحقق من سلامته، كذلك بالنسبة لعالم الإنسان. اليوم عندنا العلاج نانو علاج، نانو ثيرابي. النانو ثيرابي هي حيل المخابر، البعض منها اجتهد على قالوا يجربوها على الفئران وغير الفئران، يشوفوا هل هي أفضل لعلاج مثلا السرطان. عملوا كل ما هو سوفيستيكاسيون، يعني هيك مهارة تقنية باش يدخلوا مثلا في شبه حبوب، يدخلوا جزيئات دقيقة جدا تدخل في مثلا الخلايا السرطانية وتتغذى في قلب تلك الخلايا السرطانية، لكن الدقائق هذيك هل بعد ما تدخل كم في الخلايا السرطانية أم لا، أو تأتي على كل خلايا ذلك المسرطن، لا حجة لديهم أن النانو ثيرابي هذه ما يكون كان مقصود منها تدمير الخلايا السرطانية. وربعا عن بعد تدمير الخلايا السرطانية، ماذا يبقى بالإنسان إلا كومة من سموم وكومة من خلايا ميتة. وإذا كان المعالج السابق بطرق من كلاسيكية، كان ممكن يستفاد من الثيرابية، ممكن يستفاد إلى تمديد حسب ما يقولون حياته إلى 3 4 سنين، ويساو أن الأجال عند الرحمن لا يغير أي شيء كان. والسلام على أهل الإسلام.